أصل اللغة العربية دي لغة جميلة جدا، فيها موسيقى وفيها رسم. عن الحروف الهجائية، فرق ما بين نطق الحرف واسم الحرف، وهنعرف أشكال الحرف في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة. الفاء غنية ليه؟ قالت لي علشان هي عندها ثلاث نقط سنة وتحتها نقطة في آخر الكلمة، وعرفنا إن أنا عندي حرف مغرور واحد بس اللي هو حرف الألف. الحرف يتفهم لما بيتحط مع حروف جنبه، عشان يكون لي ايه؟ يكون لي الكلمه. حرف الواو انطقه ايه؟ با با بطة. حرف الباء في اخر الكلمه لو قبليه حرف مغرور زي حرف الدال. اللي هي الفتحه والكسره والضمه، با، ومره قلت بي ومره قلت تو. الندود، ايوه الندود اللي هي الحركات الطويله، المد بالالف والمد بالياء والمد بالواو، هي كانت عباره عن حركات قصيره كده. المد بالياء هاخد حرف الباء مع مد بالياء، ها. يلا بينا.